التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة وذلك لجميع شعوبها. وأضاف متحدث الرئاسة أن الجانبين السلوفاني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي بالإضافة إلى دور مصر المقدر في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع. خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر، وذلك بموجب صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم، وعددهم 13 إسرائيليا إضافة إلى 4 تايلانديين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري 8 للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد غدا الاثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. كما يتوجه شكري يوم الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، وذلك لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع. تظاهر آلاف الأشخاص بالأعلام الفلسطينية أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وجاءت التظاهرة إثر إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة بعد جمعها 286,719 توقيعا لحث رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وضمت التظاهرة أطيافا متنوعة من المشاركين بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية. تعرضت العاصمة الأوكرانية لما وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال العملية العسكرية، والذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص. وبدأ الهجوم بضرب مناطق مختلفة في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم مع توالي المزيد من الضربات مع شروق الشمس. واستمرت صافرات الإنذارات من الغارات الجوية 6 ساعات في المقبل. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن روسيا شنت خلال الأسبوع 911 هجوما في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 19 أوكرانيا وإصابة 84 آخرين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا. وأضاف زيلينسكي في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف أن هناك عجزا في الدفاع الجوي ببلاده، مشيرا إلى أن الأمر ليس سرا. وأشار زيلينسكي إلى أن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من المواني الأوكرانية لضمان أمنها. ورياضيا، استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فريق ميدياما الغاني ب3 أهداف دون رد في مباراة التي جمعتهما على ملعب السلام.
وسجل ثلاثية الأهلي كل من محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن ليحقق حامل اللقب الانتصار الأول في دور المجموعات، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، فيما تزيل ميدياما الغني ترتيب المجموعة رفقة يانج أفريكانز التنزاني بدون رصيد من النقاط. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.